والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. يمكن نكون نتكلم في الحلقة اللي فاتت عن الانترودكشن تو الأوبجكت لسم ديت. اليوم هنتكلم يعني مور ان ديبث شوية صغيرين عن الأوبجكت ده. عرفنا متغير، سمينا ماي ديت، ورحنا حاطين نيو، وبعدين كونستراكتور ديت علشان ايه نظر التاريخ، ولما نيجي نستدعي الفاريبل ماي ديت هيطلع لي الشكل اللي انتم شايفينه ده. يا جماعه النهارده مثلا الخميس، احنا في شهر جولاي 27 2017، والساعه دلوقتي 17 ودقيقه تقريبا 7، انا عندي تحت دقيقه تقريبا 07 على حسب التايم بتاع البراوزر تبعك، بعدين الثانيه 03، وبعدين التايم زون وايجيبشن ستاندرد الكلام ده، يعني ده بيسموه تقريبا الفول. تمام، مثلا على ساعتي ان الساعه بيجي دلوقتي 08، لو انا عملت كنترول اس هلاقي ان الوقت بيتغير 08 و11 ثانيه. المساله ديت ابديتد على حسب الايه البراوزر، الوقت الموجود في البراوزر، وده حاجه من ضمن الحاجات اللي لذيذه جدا في جافا سكريبت. طيب الجانب الثاني اللي احنا عايزين نضربه ان احنا ممكن برضو ننشط ديت اكشوالي في الماضي، يعني مثلا لو انا قلت انا هستخدم بقى سيريز مختلفه بقى من الحاجات، انا اقول var my past state ده variable تبعي، وهكتب فيه يا جماعه الـ بنفس الترتيب، هكتب في الاول السنه، انا كتبت مثلا 1820، الجانب الثاني اروح اكتب المنث الشهر، طبعا قيم السنين انا مش عارف الرينج بامانه صحيح يعني، بس ما اعرفش اول جافا سكريبت بتكون من فين لغايه فين، بس اعرف ان في طرق مختلفه تقدر جافا سكريبت تكتب بيها السنين، مثلا 1820 ده في الباست الفاريبل، باخد كوما وبفصل ما بين النقطه الثانيه اللي هي بتكون عباره عن المانث يا جماعه، وانا كاتب عندي في المانث، طبعا الارقام في المانث يا جماعه بتكون من 0 ل 11، 0 بتمثل جانيوري و11 بتمثل شهر ايه؟ شهر ديسمبر. الجانب الثالث بيكون عباره عن الدايز، وده بيكون من 1 لغايه 31. لو انا عملت كنترول اس كده هيشوف هيلاقي بيقول لك ده ماندي، ده كان يوم الاثنين الموافق 10، انت قلت له 10 شهر 0 ده شهر جانيوري 1820، وطبعا انت مش محدد البتاع فراح كتب لك الجانب ده. ديت لو انت خليتها مثلا 11 عشان تتاكد من موضوع ان 11 ده بيمثل لي شهر ديسمبر. تمام كده؟ اوكي، السيناريو ديت مش بس بيقف عند الماضي، لا كمان انت ممكن تخليه ان ذا فيوتشر، يعني مثلا خلينا نعرف فاريبل ثاني وبدل ماي باست هنخليه مثلا ماي فيوتشر، ونستدعي ماي فيوتشر دات تحت ونعرف مثلا هنقول 2020 او ماشي خلينا نقول 2020، وانا عملت مثلا كنترول اس هيقول لي دات هيكون يوم التيوزداي موافق 10 في شهر ديسمبر، انت قلت لي القيم دي سنه 2020 احنا في 2017، يعني حاجات زي كده. الجانب الثاني انت اكشولي انت ممكن تحط قيم ثانيه كانت خاصه بديت وتايم، مش بس يعني مساله بتقف عند ديت، لكن انت ممكن تكنترول على السيناريو ده بانك تحط برضو قيمه للديت للاسف للتايم، وزي ما انت ماشي دايركتلي، بس خلينا نفضي المسافات ديت علشان اقصد يعني الامور تبقى اوضح شويه. انا هاخد كوما واكتب يعني الكوما، بعد الكوما ديت يا جماعه اروح كاتب قيم الاورز الساعات، وده بتكون من 0 لغايه 23، لو انا مثلا قلت له 23 وهاخد الكوما. الجانب الثاني بيكون عباره عن المينتس ذات الدقائق، وده بيكون من 0 لغايه 59 مثلا، لو قلت له 59 وهاخد كوما، وده هيكون الثواني انت عارف بيكون من 0 لغايه 59، فانا عملت كنترول اس هلاقي ان الارقام ديت اتحطت فيها قيم، لان الديفولت بتاعها طالما انت مش حاطط فيها قيم هتكون عباره عن 0 0 وهكذا، غير لما انت تحط فيها القيم دي. ده بالنسبه لي ان انا ممكن اتعامل مع فيوتشر ديت او باست ديت وموضوع الديت والتايم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.